بدل والايه؟ والعوض. بقي عندنا مد الصلة، في عندنا طبعا الصلة نوعين، صغرى وكبرى. الصغرى تلحق بمين؟ بالطبيعي. مد الصلة، أرجو حفظ التعريف، أرجو حفظ التعريف، هو صلتها الضمير للمفرد الغائب المذكر بإيش؟ بواو متى إن كانت الهاء مضمومة، وبياء إن كانت الهاء مكسورة، بشرط أن تقع يعني الهاء بين متحركين. من عيد؟ هو صلتها الضمير. لما قلنا هاء الضمير شو خرج؟ بكلمة هاء خرج بقية الحروف، وبكلمة هاء الضمير خرج الهاء التي ليست للضمير. انتبهنا كيف؟ مثل فواكه، فواكه، هل هذه الفواكه هاء ضمير؟ فما توصل. شو أي؟ أعطونا أي فيها فواكه؟ وفواكه مما يشتهون، ما هي؟ ما بنصير نقول وفواكه، لا، بدنا واحدة ما تكون مفتوحة. وفواكه إيش؟ فواكه عم بسمعها، بس اللي بعدها ما عم بسمع. فواكه، ما بصير نقول فواكه وهم مكرمون، ما بصير، لأنه هذه الهاء شو؟ ليست هاء ضمير. صلة هاء خرج غير الهاء، الضمير خرج الهاء التي ليست بهاء ضمير، يعني أصلية كما تفضل الشيخ. نعم، للمفرد الغائب المذكر، هذا من باب التأكيد. هو طبعا مفرد خرج المثنى والجمع، الغائب معروف، المذكر خرج مين؟ المؤنث. بواو صلتها بواو، خرج بقية حروف الهجاء. إن كانت الهاء مضمومة مثل إنه، وبياء إن كانت الهاء مكسورة على رجعه، بشرط أن تقع الهاء وين؟ بين متحركين. هذا الشرط، هذا مجمع عليه بين كل القراء. خرج بعض الكلمات، هذه القاعدة العامة، في بعض الكلمات خرجت عن هذه القاعدة العامة ينبه عليها. بالنسبة لنا برواية حفص، في عندنا هاء لم تنطبق عليها القاعدة وفيها صلة، وهاء انطبقت عليها القاعدة ولا صلة فيها. أما الهاء التي لم تنطبق عليها القاعدة وفيها صلة، فهي كما تعلمون قوله تعالى في سورة الفرقان: ويخلد فيه مهانا. لم تنطبق عليها القاعدة لأن قبلها ساكن. طيب، أما الكلمة التي انطبقت عليها القاعدة ولا صلة فيها، فهي قوله تعالى في الزمر: وإن تشكروا يرضه لكم، ضه لكم. فهذه الهاء هاء ضمير ومضمومة وبين متحركين، يعني انطبقت عليها الشروط، لكن حفصا رواها إيه؟ من غير صلة. كان المفروض تكون يرضه لكم، هو لكم، أليس كذلك؟ لكن حفصا رواها يرضه لكم من غير صلة. واضح يا شباب؟ أقسام مد الصلة: صلة صغرى ليس بعد الهاء همزة قطع، هي الهاء اللي قلنا عنها، إن كانت الحرف اللي بعدها همزة قطع بدل ما نقول صلة صغرى شو بنقول؟ صلة كبرى، حتيجي معنا. وإن كان غيرها، غير همزة قطع، شو بنقول؟ صلة صغرى. ما له وما كسب وأمه وأبيه. الأولى موصولة بواو لأن الهاء مضمومة، والثانية موصولة بياء لأن الهاء مكسورة. هذه ياء بسموها ياء مردودة إلى الخلف. شو بسموها؟ الحمرة، هي ياء مردودة إلى الخلف، أو بيقولوا لها الياء المعقوصة. معقوصة يعني أيضا بمعنى مردودة إلى الخلف. الصلة الكبرى: بعد الهاء همزة قطع النحو ما له أخلده إلى طعامه أنا صببنا. طبعا قلت بالأمس لما تكلمنا على مبحث المدود بشكل عام، قلنا إن هذه النطق هذا ما له أخلده مثل قالوا إن، يشبهه بأن هناك مد في آخر الكلمة الأولى وهمزة في أول الكلمة التي تليها، يعني بيشبه المنفصل. فلذلك مد الصلة الكبرى ملحق بمين؟ بالمنفصل، ويمد بمقداره. لو سألك سائل كم تمد الصلة الكبرى، شو بتقول له؟ كالمنفصل، كالمنفصل.
تمد الصلة الصغرى بمقدار حركتين وتلحق بالمد الطبيعي، هذا كله معروف لديكم. تمد الصلة الكبرى بمقدار 4 أو 5 حركات وتلحق بالمد المنفصل. ما له أخلده إلى آخره. تنبيه واحد، يكون مد الصلة في الوصل لا غير، فإذا وقفنا نقف بالسكون، يعني ما له وما كسب، كيف نوقف عليها؟ ما له إلى طعامه، أن كيف نقف؟ إلى طعامه. تنبيه اثنين، ليس في الأمثلة التالية وما ماثلها مد صلة. ليه؟ لانعدام الشرط. قلنا يا إخواننا منذ قليل بشرط أن تقع بين متحركين. عندي احتمالات ثلاثة أخرى، أن يكون ما قبلها ساكن، أن يكون ما بعدها ساكن، أن تقع بين ساكنين. كل الحالات الثلاثة هذه لا صلة فيها. انظر مثلا فيه هودا، ليش ما في صلة هاد؟ لأنه قبله ساكن. طيب يعلمه الله، قبله ساكن وبعده ساكن، تبهتوا كيف؟ وقعت الهاء بين ساكنين فلا صلة فيها. اسمه المسيح ما فيها صلة، ليه؟ بعدها ساكن. انتبهنا؟ إذن كلمة بشرط أن تقع بين ساكنين أخرجت هذه الصور الثلاث التي أمامنا. طيب أيضا من جملة الصور التي لا مد صلة فيها، أرجه وأخاه. ليه؟ لأن الهاء لا هي مضمومة ولا هي مكسورة. قلنا في تعريف مد الصلة هو صلة هاء الضمير للمفرد الغائب المذكر بواو إن كانت مضمومة وبياء إن كانت مكسورة. طب هذه لا مضمومة ولا مكسورة، فلذلك لا صلة فيها. فألقه إليهم، انتبهنا؟ طبعا هذه الهاء عند أهل اللغة اختلفوا فيها، هل هذه الهاء هاء ضمير لما بتقول فألقه إليهم ولا هاء سكت؟ عندنا في اللغة شيء اسمه هاء السكت وتكون ساكنة. ماليه حسابيه وما أدراك ما هيه لم يتسنه، كل هذه الهاءات هاءات شو؟ هاءات سكت فتكون ساكنة. لما نقول فألقه إليهم، هل هذه الهاء هاء سكت ولا هاء ضمير؟ يعني ما بينبنى عليها شيء بالنسبة إلا المهم ساكنة، هذه الهاء هاء ساكنة. قلت لكم بالأمس نفرق بين المروي وبين إيه؟ تعليل المروي. تنبيه ثلاثة، يستثنى من قاعدة مد الصلة كلمتان، الأولى لم تنطبق عليها القاعدة وفيها صلة ويخلد فيه مهانة، انطبقت عليها القاعدة ولا صلة فيها يرضاه لكم. تنبيه أربعة، تعامل العرب هاء كلمة هذه معاملة هاء الضمير من حيث الصلة وعدمها، من حيث الصلة وعدمها. هذه، هذه الهاء ما هي هاء ضمير مفرد غائب مذكر، لكن العرب شو عاملوها؟ معاملة هاء الضمير، فيصلونها بياء إن وقعت بين مين؟ بين متحركين. فإن جاء بعدها همزة، همزة قطع، يعاملونها معاملة مين؟ الصلة الكبرى. انظر إلى الأمثلة، هذه بضاعتنا، أشبعوا الكسرة ولا ما أشبعوها؟ أشبعوها. هذه أمتكم، عملوها معاملة مين؟ الصلة الكبرى. هذه الشجرة، لم يصلوها لأنها لم تقع بين ساكنين، بين متحركين. وضح يا شباب؟ إذن هذه ما حكمها؟ ألو، ناموا الشباب، ناموا. ها، هذه ما حكمها؟ قولوا حكم هاء الضمير. هذه ما حكمها؟ حكم هاء الضمير. وضح؟ نعم. تنبيه خمسة، الهاء في الكلمات التالية وما ماثلها ليست من هاء الضمير، وإنما هي هاء سكت. يتسنه، اقتديه، كتابية، حسابية، مالية، سلطانية، ما هي. نعم. تنبيه ستة، الهاء في الكلمات التالية وما ماثلها هي من أصل الكلمة وليست هاء ضمير. وجه أبي فواكه كثيرة لم ينتهي لنسفعا، لم ينتهي لا مكسورة وقبل متحرك وبعد متحرك،
لكن ما فيها صلة. ليه؟ لأن الهاء ليست هاء ضمير، هذه هاء من أصل الفعل انتهى ينتهي. وضح يا شباب؟ طيب خلصوا التنبيهات. علامة مد الصلة الصغرى في ضبط المصحف وضع واو صغيرة كما نرى بعد هاء الضمير، هكذا هذه الواو نضعها هكذا، شايفين هذه الواو الصغيرة هي هذه، ووضع ياء صغيرة مردودة إلى الخلف بعد هاء الضمير مثل هذه، شايفين هذه هي هذه. علامة مد الصلة الكبرى في ضبط المصحف وضع علامة المد فوق واو أو ياء أو ياء الصلة. شوف هذه هذه الواو الصغيرة في فوق علامة المد، شوف هيك، شفت هذه العلامة؟ هذه بتعرفوا شو أصلها؟ أيوة أصلها كلمة مد، سيأتي معنا هذا إن شاء الله ربي بيبارك لنا بالوقت ونصل للأبحاث الأخيرة. هذه أصلها مد، نعم كلمة مد، لكن مع مرور الزمان قطعوا رأس الميم والدال ما عادت فصارت هيك بهالشكل هذا، وإلا هي أصلها هكذا مد. انتبهنا؟ كان يكتبون فوق الكلمة مد، نعم. كذلك الأمر بالنسبة للياء، هذه الياء المردودة إلى الخلف وهذه فوق علامة إيه؟ المد بالنسبة للصلة الكبرى اليائية. هذا هو مبحث مد الصلة بنوعيه الصغرى والكبرى. قبل أن نبدأ باللازم نأخذ نصف دقيقة راحة، خذوا نفس عميق، تحركوا شوي.